جديد في سبورميكس. كنا باش نحكيو على منتخب الوطن التونسي، لكن يبدو ان موضوع التحكيم قاعد يثير في الجدل. معنا بالتليفون امين بارك الله، مرحبا بك امين. اهلا سي اسلام، مرحبا بك وبكل الحاضرين معك. معنا مختار دبوس، احمد الصالحي، ذاكر الواتي، وكذلك سيري ذابوراوي. دونك شفناك هبطت تدوينه منذ قليل وحبيت تحكي على موضوع معين، خليك تعليق. والله تدوينتي هي تفاعلا، انا الحقيقه البارح حضرت معك في البلاتو وكان دخل الاستاذ مختار وتكلم على احد الاسماء اللي هو عبد الكريم العابدي، وقلت لك انا في جوابي اذا كان فما صمصره او صمصر هو ومختار، خاطر مختار زبده اللي كما صلتهم ويقول لنا، ما نحبش انا ندخل في المسألة هذايا ونقول اكس او يجريك صمصار او غيره. لكن اليوم وقت اللي انا نرى تدوينة من قبل عبد الكريم العابدي يتوعد في الحكام ويلقي خطاب قائم على التهديد والوعيد وهو لا صفة له، وقت اللي يقول قرارات جاهزة ولا رجوع للوراء، تقولك انت بس تقول الكلام هذا. وقت اللي يقول جامعة قررت تسليط عقوبة الإبعاد، تقولك أنت وشنية الصفة نتاعك أنت. وقت اللي تقول بالنسبة لأي حكم دولي يمتنع هذا الجامعة كرة القدم مراسلة في الغرض، كيفاه عندك المعطيات هذه؟ تكون قال لك تسليط عقوبة الإبعاد النهائي وعن التحكيم والسلطة المسؤولة على علم بهذا الملف؟ هذه اللغة أو فرصة لغة السلطة راهي يا عبد الكريم امين. هو صحافي، نجم يكون عنده المعلومه. لا لا لا، ما هو صحافي، يا بيزيست هو. فرق هم فرق، وانت تعرف دائما معلينات مش معناتها صحافي يتكلم بتهديد، ما عندوش حق بس يهدد. وقت يقول تزهيز انت صحافي تهدد الناس اسلامه، لا اخويا. وقت يقول تزهيز قائمه وكذا، هذا انسان يعتبر بالك مش تهديد، ظهر لي معناتها كانه تهديد من الجامعه، معناتها مش منه هو. سكونه هو السيد هذا، سكونه ما صفته بالجامعة السيد هذا، سكون السيد هذا أسخائل روحه. السيد هذا قاعد يوجه للرأي العام وقاعد يوزع في رسائل للرأي العام وللنوادي وللحكام، أنا إنسان فاعل وهو لا فاعل لا والو، حتى هو قاعد يوهم قاعد يقوم. وأنا هنا نحذر الحكام، وهنا رسالتي للحكام، راهو هذا ما عنده حتى صفة، وهو بتعينوا لكم هيئة جديدة، تعاملوا مع الهيئة الجديدة، تعاملوا مع الهيئات. وانا عندي ثقه في الحكام وللنوادي ايضا، رسالتي انه راه السيد هدايا يحب يقول انا فاعل وعنده اتصالات، اذا عمل اتصالات بناس توا موجوده مع سي كمال يدير البارح في الليل وقت البارح وجمعتين التالي، وناس اتصل بها باش يكونوا ضمن الهيئه هذه ورفضوا، لانهم يرفضوا باش يكونوا دي ماريونيت وباش يكونوا بيادق عند السيد هدايا. السيد هذا لازم يتحمل مسؤوليته، ولازم الجامعه اليوم سي كمال يدير لازم يبين هي علاقته بالسيد هذايا، والسيد هذا ايش قاعد يعمل وايش يحب قاعد يعمل. وانا نعتقد انه السيد هذايا قاعد يوجه في رسائل للحكام، خاطر هو اللي اتصل ببعض الناس اللي موجودين توا بحلس كمال يدير بس يبين قوته وبس يبين فاعليته. انا أمين. يقولوا لي بعض الحكام عملوا معاينه للكلام اللي كتبوا على فيسبوك وباش يقدموا قضيه عدليه. انا بالنسبه لي انا لهم كامل الحريه، انا اللي يعملوا فيه الكل، لا تواصلت معاهم ولا نسقت معهم ولا يهمني، لكني مساندهم وباش نبقى مساندهم. واللي يعتقد انه يهدد فينا بالسلطه، انا باش نقول لهم على بلا فرد مره اسلام فرصه، خلينا نوضح المساله هذه والنظام العام، ونسمع في سي احمد الصالح يحكي على الانتخابات ويحكي على عاديه هبط التدوينه. ويعني انا ولدي هبط التدوينه عنده راي سي عياش الزمان وسي زهير المغزاوي وسي قيس، لحظه خلي كمل بعد نعطيك تفضل امين تفضل. راهو سي عياش الزمان وسي زهير المغزاوي وسي قيس صعيد قبلتهم هيئه الانتخابات، وسي قيس صعيد الناس تحب تبني عليه اللي هو دكتاتوري، هو قبل ما يكون في المنافسه ابعدوا بعد السلطه وبعد السياسه على المنطق هذا، وراهي اجهزت الدوله تعرف امين بركان شكون وتعرف عبد الكريم العابدي شكون، وعندهم كل المعطيات ويعرفونا. ويا هاي فرصه، لا فرصه امين. خلي يتفاعل معك احمد الصالح، حاب يتفاعل معك. بسرعه بسرعه باش نوجه نداء للسلطه يا سيدي، هاي كل اجهزه الدوله خويا اللي خلونا في الرياضه اختارنا من السياسه. مثال خاطر هما يسيسوا في الموضوع، انا كل امكانياتي وكل حساباتي الماليه اكثر شيء من هكا، وتليفوناتي وميلواتي وواتسابي وفيسبوك على ذمه الدوله واجهزتها. واضح جدا معنا، ما تخافوا. باهي امين.
يحب يسرق وصلت المعلومه. حبيت يتفاعل معك احمد صالح، وفقط ملاحظه، عبد الكريم العابدي تجبد اسمه اذا كان يحب يتدخل معنا ولا يطلب حق رد. ما احبابي تفضل احمد. انا اسلام تعرفني مانيش من انصارك التضامن القطاعي المقيت، وقت اللي يبدا الزميل غلط نقول غلط، لكن اللي نشوفه اللي السيد امين بركلا استغل سلطه علاقتك به والا سلطه انه يمر في مسكه فام ويرد على تدوينه نتاع اعلامي. ابريتو عبد الكريم العابدي اعلامي مرموق وعنده تاريخه، وهو اكثر واحد ملم بكواليس التحكيم في تونس تقريبا من 30 سنه، عنده علاقات وطيده مع كل الفاعلين في الشان التحكيمي، ويوصل حتى يعين حكام وديز اسيستون وهلا مجر. هذا مش معقول. هما سمحوله، هما سمحوله يا اسلام، هما سمحوله، هما سمحوله. يا امين يا امين يا امين، خلينا نكمل بعد جاوبني امين، ما تكلمش هذيك ربي تعطيك الكلمه بعد تعقب. تقول فيه لحظه، تقول فيه بطريقه عاديه انت، اما مش معقول. هذا ليس ذنب عبد الكريم العابدي، ما ذنب شكون ذنب ليس ذنبه اذا كان هو يعني داخل في الكواليس وهو متمكن معناتها من 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 الكواليس، هذاك ذنب الناس اللي يمشي عين يمشي عين به. لا عبد الكريم العابدي فاقوا به بعد 20 سنه سيترو تا. لا يا امين راهو انت رد رد الفعل نتاعك على تدوينه مبالغ فيها، ولا تجوز ولا تليق. تاخذ الميكرو تاخذ سباس سباس نتاع ربع ساعه، ما نجموش نتواصلوا هكا. تاخذ سباس في ربع ساعه في اذاعه باش ترد على تدوينه قراو 10 من الناس ماكس. خلينا ندخل نشوف قداش من جامعه عملوا عبد الكريم العابدي. مش معقول، انت عندك جاوب عبد الكريم، عندك النيابه العموميه والا عندك فيسبوكك، جاوب عليه بالطريقه اللي ما تستغلش سلطه الميكرو تهدد. ما قمتم به هو خزي وعار على قناة التحكيم. ماذا قدمتم كرة القدم التونسية انتم كحكام؟ 30 40 سنة خربتم كرة القدم، غيرتم نتيجة المباراة، نزعتم الاستحقاق من كرة القدم، وهذا عيب عليك. في الاخر تتصرفوا كبلطجية، ما نجموش بلطجية انتم حكام بلطجية. مفتر نقطع الميكرو، ما نجموش نحكيهم بعضنا. كمل احمد، كملت سي بون. على شنو تبربر حكام؟ سي بون وصلت. ماذا قدموا لكرة القدم؟ وصلت الفكرة، خليه يقول كلمة معك سيدي يرد عليك. تفضل أمين بسرعة. تفضل عليك سيد أحمد. الحقيقة توليه بلطجية الحكام خويا، دخلوه من الحبس، دخلوه من الحبس مازال، دخلوه من الحبس، يظلم فتح الحبس عندكم. ما معنى بلطجية يا سلام؟ ما معنى بلطجية؟ تهديد السلم الاجتماعي يا أحمد. كلام خطير يا هديك ربي، يا هديك شو فيهم يعملوا؟ تهديد المرفق العام وتهديد السلم الاجتماعي. تو تشوفوا بعد ريكسيون تاع الجمهور الرياضي ضد الحكام. استنى استنى الجماهير العريضة كيفاش تتعامل مع الحكام بعد؟ العباد ما تسمعناش هذاك كلام ديكتاتورية هذا تحكي فيه. تهديد السلم الاجتماعي مش ديكتاتورية. واضح واضح واضح. تعطيه المرفق العام هذا. واضح. أمين. يا احمد السيد يتكلم جاش يتكلم فوق ولا ما يسمعناش العباد يسمعك انت لا هو. امين نختم معك. اي الكلام نتاع سيد احمد كلام خطير جدا جدا جدا، لا تهديد لا للامن ولا تهديد للمرفق العام ولا للبلاد بالساقف. اذا الحكام عبروا عن رايهم وطالبوا بحقوقهم، اذا انتوما تحبوا تخليوا الحكم يعني ناس تنزل عليه وانت تبحر يا سيد احمد، انت صحافي محمول عليك الفكر الحر